سعيد بهذا التكريم وصراحة وخصوصا اني لقيت وجوه كبيرة بارزة في يعني في عالم كرة القدم باش ما نغلطش، كاين السي خالد فهامي، الحاج بوحياوي، عزيز بو عبيد، محمد البوساتي، كلهم يعني تحملوا عناء السفر وجاو باش يتقاسموا معنا هذا التكريم هذا، بالاضافه لبزاف ديال النجوم حبابي. فهادو بالنسبه لي انا اساتذه، هادو انا كنتعلم منهم قدوه انهم هما اللي خصني نكون حاضر في التكريم ديالهم. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن فضل المجهودات اللي دارت لا من طرف الجامعه الملكيه ولا الجمهور ولا انتم الصحافه ولا اللاعبين. والحمد لله اليوم رحنا في الرياضه افريقيا وعربيا ونسعى ان نطمح زعما باش نكونوا في الرياضه كذلك، نكونوا مع الفرق الاولى عالميا. مستغلين بالطبع الدروس ديال الاكاديمي الاباداس باش اللي تنكونوا فيها المدربين، واستغلنا الفرصه باش نكرموا احد الاطر الكبيره الوطنيه اللي هو سيد كيك، لما انجزنا في الانجاز الكبير اللي دار في الكره ديال القاعه، ويستحق بكل صراحه الاعتناء ولو النفسي ولا سيما انه مغربي الجنسيه. فهذا كان القرار ديال السي رشيد وديال جميع الاطر المكونه بهذا المعهد هذا، باش هذه فرصه ديال الاعتراف ديال واحد الانسان اللي اشتغل في الظل وتعذب باش يوصل. وهذا مثال اللي كنعطوه للمدربين الصغار، ان اي انسان اشتغل بالروح ديالو بالطرق ديالو بالبحث على العلم بالبحث على الوسائل العلميه والاكاديميه الا وغادي يوصل واحد النهار. احسن مثال هو سيد كيك. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.